السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الحديد اليوم، من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس، دعمنا باللايك ليصلكم كل جديد. سجلها متوسط سعر الحديد في شركة عز 17670 جنيه للطن، حديد بشاي 18070 جنيه للطن، حديد العتال 18070 جنيه للطن. أما حديد المصريين سجلها 17570 جنيه للطن، حديد الجرحي سجلها 17850 جنيه للطن. أما حديد الكومي وحديد الجيوشي وحديد العشري وحديد المعادي ب 18000 جنيه للطن، ومصر ستيل أيضا ب 18000 جنيه للطن، وسجل حديد الدخيلة 18170 جنيه للطن، والمراكبي 18، وحديد المراكبي سجل 17850، وحديد عطية 18070. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس، ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا جزيلا لكم.